زي ما كنت بقول لحضراتكم من غير طبعا ما يكون في حماس وروح قتاليه في الملعب، اعتقد ان الامور بتبقى صعبه حتى لو انت واخد تعليمات بالهجوم، حتى لو انت واخد تعليمات انك تكون في المقدمه دايما، ولكن من غير ما يبقى في روح قتاليه اعتقد الامور بتبقى صعبه. ويمكن نجوم مصر اكيد يبقوا متفقين معايا، كابتن ربيع اكيد متفق معايا في الجزئيه دي كابتن، جزئيه ان المنتخب النهارده يعني مهما انت كنت واخد تعليمات انك تهاجم، ولكن من غير ما يبقى انت عندك تركيز وروح قتاليه في الملعب اعتقد الامور صعبه. والنهارده كان واضح جدا، انا قلت بدل الكره معايا الفريق كله بيبقى موقف هجومي، من غير الكره طبيعي جدا الموقف الدفاعي بيفرض نفسه من غير الكوره، وده اسلوب هو محفظه مستر كوبر للفرقه من ساعه ما جه. احنا قلنا ان كورته وفكره دفاعي هجومي، هو الراجل نجح بامتياز في الدفاع الهجومي صحيح، وبعدين الدفاعي بشكل منظم. النهارده بتتكلم على تريزيجيه، انا من وجهه نظر تريزيجيه النهارده نجم غير عادي، لانه كان بيهاجم ويدافع صح. يدافع ويهاجم بالظبط، خد بالك كله بيدافع صح كده، فدي مهمه جدا. وانا قلت كلمه برضو ان في منتخبات كبيره جدا عدم مدافعتها الجماعيه والفرديه خرجتها بدري صحيح يا كابتن، فالاسلوب ده يا كابتن انا يعني فاهم بحترمه جدا صح كابتن. فالمهم ان انا بخلص الماتش زي ما انا عايز، كل مدرب في حاجه اكمل الاجابه بس كابتن طبعا. لكن طبعا معايا تليفون من المغرب طبعا، استاذ منير اوبري رئيس القسم الرياضي باذاعه شدا اف ام المغربيه. استاذ منير مساء الخير. مساء الخير ومساء الخير وتحيه لكل الكباتن والضيوف وكل مشاهدي قناه الاهلي. تحياتي ليك منور قناه الاهلي اكيد. مبروك لمنتخب المغرب الصعود، وايضا مبروك لمنتخب مصر الصعود، ولكن طبعا احنا المباراه القادمه احنا موجودين في مواجهه بعض، بغض النظر طبعا ان دي منافسه شريفه، ولكن طبعا احنا سعداء بوجود المنتخب المغربي ايضا المنتخب المصري في هذه البطوله في الدور اللي جاي. لكن يعني قول لي يعني بالنسبه للمنتخب المغربي والاعلام المغربي بيتكلم ازاي بعد صعود المنتخب المصري وان هو هيقابل المنتخب المغربي؟ بدايه اقول هارد لك للفريق الخاسر يوم الاحد المقبل. تمام اكيد، لانه المغرب ومصر نهائي قبل الاوان، وكلا الفريقين كنا نحب ان نراهما في المباراه النهائيه على الاكثر، لكن قدر الله ما شاء فعل. المنتخب المصري يعود لمناقاة المنتخب المغربي، يعني بعد 11 سنة كانت آخر مباراة كانت في استاد القاهرة في دورة مصر 2006 وانتهت بالتعادل 0-0. بالنسبة لتأهل المنتخب المصري، ربما المباراة انتهت منذ قليل، لازلنا لم نتفقد بعد آراء الإعلام المغربي بخصوص المباراة أمام المنتخب المصري، وإن كان نسبة كبيرة جدا قبل مباراة اليوم تتوقع أن المنتخب المصري سيفوز على منتخب غانا وسيتصدر وسيكون هو الخصم المقبل. طبعا إذا كان ممكن تكلموا على حدود كلا الفريقين أو في سؤال كابتن. لا يعني هو يعني كنت عايز اعرف بس ما دام انتوا لسه ما يعني لسه طبعا الاعلام المغربي ما كانش، انت كنت توقعته كاعلام مغربي ان منتخب مصر يفوز على المنتخب الغاني، ولكن يعني اولا استعدادات بقى المنتخب المغربي انتوا شايفينها ازاي للادوار او الدور القادم وخلاص بمواجهه المنتخب المصري هتكون عامله ازاي؟ كما تتوقع الجميع مباراتهم امام منتخب الكوت ديفوار كانت مباراه مشحونه على الاقل يعني في الجانب البدني بين المنتخب المغربي ومنتخب اقوى منه بدنيا اللي هو المنتخب الايفواري، لكن استطاع هيرفي رونار ومجموعته ان يلعبوا مباراه كبيره، مباراه في المستوى، ولو ان نسبه امتلاك الكره كانت لمنتخب الكوت ديفوار. بالنسبه للاستعدادات اكيد هي استعدادات ستكون عاديه مع فارق يوم زائد للراحه بالنسبه للفريق الوطني المغربي على المنتخب المصري، فاليوم بأيام حسب الاخبار القادمه من هناك كان يوم راحه بالنسبه لمجموعه من اللاعبين الذين لعبوا مباراه يوم امس، الاستعدادات الجديه ستبدا يوم غد، طبعا مع الاخذ بعين الاعتبار بان المجموعه ستجري تدريبها وستستعد اخذا بعين الاعتبار ان المنتخب المصري هو الخصم المقبل يوم الاحد. اعتقد ان الطاقم الفني باداره هيرفي رونار ومجموعه من المساعدين يعلمون علم اليقين ان المنتخب المصري ربما يتوفر على مجموعه من نقاط القوه ومجموعه من نقاط الضعف، هذه كلها اشياء هي قيد الدرس الان، والاستعدادات يعني انطلاقا من ما بعد يوم الغد سيتم النظر فيها حسب الاسلوب اللي سينتهجه ايرفي رونار والوصفه التي سيحضرها ايرفي رونار لمواجهه هيكتور كوبر. هل توقف النقد على هيرفي ولا لسه خلاص؟ يعني كان قبل مباراه يعني قبل المباراه الاولى بعد المباراه الاولى
كان في نقد شديد على المدير الفني المغربي، ولكن يعني انا ما اعرفش توقف النقد ده في الصحافه المغربيه ولا لسه. لا واكيد النقد توصل الى حدود المباراه الاولى بشكل بسيط، وانه غياب نتائج، غياب نتائج وغياب مردود. لكن اول شيء نبحث عنه كمغاربه، يبحث عنه الاعلام، يبحث عنه الجمهور العادي، هو النتيجه. النتيجه كانت امام منتخب الطوغو كان انتصار، ونتيجه اخرى كانت امام منتخب الكوت ديفوار. اذا اخذنا بعين الاعتبار ان النقد هو من اجل تحقيق الفوز، النقد من اجل الاصلاح، والنقد هو رغبه في رؤيه المنتخب المغربي في صوره الفريق الفائز، فهذه الاشياء كما رايت وكما راى الكابتن جميعا اشياء تحققت في مباراه الطوغو، في مباراه الكوت ديفوار. الان الكل ملتف حول المنتخب المغربي، والكل يستعد ليوم الاحد لمباراه القمه بين المنتخب المغربي ومنتخب مصر. أخيرا أسمع منشات من حضرتك كده للمباراة القادمة ما بين المغرب ومنتخب مصر، منشات كده أنت هتقوله من خلال وجود حضرتك كرئيس للقسم الرياضي بإذاعة شادا اف ام. منشط هي نهائي قبل الأوان. نهائي قبل. لأنه صراحة وهذا سر أكشفه لقناة الأهلي ومن خلال تدوينة شخصية على صفحتي في الفيسبوك قبل انطلاق النهائيات، كنت رشحت شخصيا منتخب مصر لإحراز البطولة. لكن بعد تأهل المنتخب المغربي الآن وفي المواجهة بين المغرب ومصر، جد نفسي مضطرا لتغيير هذه القناعة ورشح الآن المنتخب المغربي للمرور للدور نصف النهائي. حقك طبعا طبعا حقك أستاذ منير. جميل، أنا بشكرك أستاذ منير أوبري طبعا رئيس القسم الرياضي بإذاعة شادا اف ام المغربية. كابتن ربيع معلش أنا قطعت حضرتك في جزئية اللاعبين والروح الروح العالية اللي كانت في المباراة. تمام، هو الأسلوب بقى احنا اللي برضه عجبني، ما انت تعرف المدرب معاك باسلوبه. صحيح. كوبر يعني بصراحه هو طلع خبراته، وفي نفس الوقت احنا لازم نحترم اسلوبه اللي وصلنا للشخصيه دي. يعني الناس ما هو مش 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 كل الكره العالميه فيها هجوميه دفاعيه، في دفاعيه هجوميه وفي هجوميه دفاعيه. صحيح. اسلوب مدربين، كان اسلوب عندنا مدربين كبار جدا بيفتحوا الجيم، بس كان بيكلفنا كتير جدا يا ميدو. فالكابتن جوهري اللي هو متهيألي اعظم مدرب جه في تاريخ مصر كان دايما بيعتمد على اسلوب الدفاع الهجومي، وبيوظف قدرات فرديه في اوقات معينه بتخلص المباراه، وده برضو خلي بالك حسب معانا ثلاث بطولات كبار جدا بالفرديات في 6 و8 و10، مش الاسلوب الجماعي، الاسلوب الفردي اللي كان موجود في مهاره اللاعب المصري هو اللي حسم البطولات دي كلها. صحيح. فاحنا النهارده الجانب الدفاعي قلنا نحترمه فيه، فرض النهارده الشخصيه حاجات كتيره جدا في الكوره، انا من وجهه نظري شفناها النهارده في الجانب الدفاعي والجانب الهجومي. الجانب الدفاعي كان على اكمل ما يكون بفضل الله. صحيح. رقابه، توازن، واخد بالك، تغطيه هايله كانت الصراحه. الجانب بقى الهجومي كان فيه اضافات فرديه وجمعيه. يعني مثلا الجانب الكوره انت في ضوابط فنيه